هنا سؤال، هل وقوع المصائب دائما تكون بسبب ذنوبنا أم بأشياء أخرى؟ أحبائي في الله، إذا وقعت بنا مصيبة فكان السلف يقول والله إني لا أجد ذنبي في دابتي وأهلي، يعني من أسباب مشاكلك مع زوجتك أو خراب سيارتك وجود ذنوب، واستغفر الله كم عندنا من ذنوب. الخطوة الثانية أنك إذا فقدت نفسك فلم تجد ذنبا، وعلى الأقل في الفترة الحالية، أو ذنب قديم وتبت منه واستغفرت ربك، ثم رأيت هناك شيء ينزل بك، فاعلم أن هذا ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه.